واحد اثنين ثلاثة. طول عمره راجل جمع وينمو عدل ينايم من اول يوم والليلة حمراء والدنيا ضلمة حاجاته صدمة وقال ده عانيون ويا لمون يا لمام يا نتلوجين انا انتي طف النور شكون يلا هو من الدور ويبعت سوان بدلت مكان وحلك سريت وشك عين بصت لبص بقى على بص لقيته وطا على انا وحشت قبل يا بكور طف النور ده كمان مش قد الدور وقال بصاحبه وقال له وزني يقول له مالك يا صاحبي بص له بصره في عينه كسر التاني فين منه نصر انا 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 اللي جاب قال له عادي في يا صاحبي كان يمادي ما تشيلش هم وفايا كان منفض وكبرك حالاتي بس انا اهم من اول مهم اسمع كلامي روح هون خلي الحوار هم يتلم بالفضيحه نشم ده يا جدعان قلت حاجه بص الزباله ستة زوجية في العلم دي انا اديله 900 تعبوا يا كتير من برجات انا النهارده يا نمو لا اسمي روحوا طالب وما يسالوا بتاعها بسرعه اهو ده هرب ولا سالهاش يا عشا وده يا خالد بنت يا حاج بنت ولا وده يا خالد بنت ولا جرب يا قرب راح مسرب ولا زغرت له زغره شلت له بره قالت له بره راح يا راجل مش كل مره وراح نسيب صاحبه بيبو اخي يوم كمل نسيبه فرح وقال فين قالت له جوه الام في سي دخلوا شوطه نزل عليه طب خش يا بطه قام على بيته زي ابو يزيد لما ده كان عنده البيت بكل سوق بصير وقوم قام يلا ما عندي سوق المدام بتشوفني كروب اعمل ايه ما بيتش انا عوا 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 حالي ولا بي اقول لك حل انما ايه مفيش من زي في الليله دي بص انا انا اعمل ايه كل ده وحل لك بسيط فتح الدرج طلع شريط مكتوب عن العلبه الدابي قال له انت دبه 100 100 قال له انت دبه 100 100 ماشي والعلبه بجيبه فرحان خلاص هيدر عيبه ماشي والعلبه بجيبه فرحان خلاص هيدر عيبه دخل البيت وقال له حديد واثق في نفسه مع الشريط دخل البيت وقال له حديد واثق في نفسه مع الشريط طلع شريط حبايه فجاه شاف اسد البيت شاف نفسه عامل حكايه حس انه بجد جيت فجاه شاف اسد في البيت فجاه شاف اسد في البيت شاف انا اسد في البيت ولع النور دين 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 ويطفى النور دين دين والذهب فور ذاك اليوم يوم 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 والعلبه الذهبيه من واحد ل 100 يعني يعني يعني, 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 يعني